صباح الفل على استاذتنا الغاليه. صباح النور يا دكتور. ها ازاي الحال دلوقتي؟ اظن احسن كتير. الحمد لله. شاكر على تعبك معايا يا دكتور. علي يا فندم، ده شرف كبير لينا. الف سلامه عليك يا استاذه ياسر عز الدين وكيل النيابه. اهلا وسهلا يا ياسر بيه. لا لا زي ما انت، احنا مش محتاجين منك اي حاجه. لا 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 ما تقلقش يا ياسر بيه، انا بقيت كويس الحمد لله. يا رب دايما. شوفي بقى، احب اطمنك ان اي كلمه هاخدها منك مش هتخرج بره الاوضه دي. واضح ان الصوره مش كامله عند سيادتك يا ياسر بيه. انا ما عنديش اي حاجه تستاهل اني احتفظ بيها لنفسي واداريها عن الناس. ده انا عارفه مين كان عايز يخرجني من الدنيا بطلقه رصاص في عز الليل، ولا عارفه مين طلع الرصاصه دي من صدري ورجعني للدنيا تاني. مش مهم، اي بهدله في الدنيا تعدي وتهون، ما دام روحك ما فرقتش جسمك وقلبك ده وعينيكي فتحت ونورت الدنيا تاني بسحرها الغامض العجيب ده. يا كان نفسي اشوف اللحظه دي. الله يخرب بيتك يا كليب. فتحت يا دعاء ولا عايزه تنطق؟ انا مش عارفه عليها ايه استديها العجيبه دي. لا دي حكايه طويله شويه، هبقولها لك بعدين. طب ايه رايك انا هكلم ميسه يمكن تلاقي لنا ليها حل. لا ميسه مين، مفيش وقت، هاتيها وانا هبقى اشوف لها مليون حل في باريس. ها انت اكدتي الحجز؟ ايوه طبعا اكدته، بس لسه بدري. انا مش عارفه انت مستعجله على ايه يا ملا. انا تجهزي شويه، الحفله كلها في انتظار تشريف سعادتك. خلاص خلاص يا اكرم، هو انا بقفل حاجتي عشان ما ارجعش تاني. والله ما انا شايفه داعي للحفله والورد والحوارات دي كلها. ها اتفضل يا سيدي بالذمه، مش حرام عليكم المصاريف اللي انتوا عمالين بتبعزقوها في الارض دي؟ ده مش تبعنا حضرتك. امال تبع مين؟ ده ضيف واقف بره وعايز يقابل حضرتك. اتفضل. ضيف ويطلع مين ده كمان؟ ايه؟ دكتور سليمان، اسمح لي اعبر لك عن اعجابي الشديد بذكائك وسرعه اختيارك للوقت المناسب واستثمارك لفرص الجهنميه. بس للاسف ذكائك المره دي خانك وضحك عليك، لان موقفي مش ممكن يتغير بزياره لطيفه وشويه ورد. انا مش فاهم حاجه، موقف ايه اللي يتغير يا ملك؟ ايه 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 ملك؟ هو حضرتك متصور انك بتكلم ممرضه عندك في المستشفى او صحفيه ماجوره جايه تضحك عليها عشان تشتغل لحسابك؟ انا الاستاذه ملك. ايه ده يا جماعه، شويه ما ينفعش كده. مستر وحيد انا اسفه جدا، ويا ريت تسامحني على انفعالي بالطريقه دي، بس اكيد حضرتك هتديني العذر لانك عارف مبرري كويس جدا. طيب وانا كمان مش من حقي يا استاذه ملك ان انا افهم مبرراتك علشان اعرف السبب الهجوم الفظيع ده؟ مش ممكن، لا بجد مش ممكن. هو حضرتك مصمم تستفزني وتستخف بيا؟ اسمع يا دكتور سليمان، أنا لآخر لحظة مضطرة أشكرك على اللفتة الكريمة اللي أنت قدمتها لي دلوقتي، وبرجوك لو سمحت تكون دي أول وآخر مناسبة تجمعنا في مكان واحد لغاية ما نتقابل فرصة تانية خالص
تكشف كل واحد فينا على حقيقته قدام الناس كلها. تكشف يعني ايه تكشف؟ ايه ده دكتور سلام؟ معلش ممكن كلمتين في الكتاب لو سمحت؟ لو سمحت اتفضلوا يا اساتذه، كل واحد يروح مكانه لو سمحت. على فكره يا ملك انت اتسرعتي وما كانش ينفع انك تعملي كده. اجلي اي كلام دلوقتي يا دعاء، انا اعصابي متدمره ومش هستحمل اي مناقشه. خلاص يا دعاء سيبيها تهدى شويه بعدين نتكلم. مستر وحيد انا بكرر اسفي بس انا فعلا. يا ستي مالكيش دعوه بيا وخليكي في نفسك، هاتي لنا ليمون يا دعاء. ما تجيبيش اي حاجه بس بعد اذنك اتصلي بشركه السياحه بسرعه وكنسلي الحجز. اكنسل حالا؟ انا مش هسافر ولا عندي اي استعداد اسيب البلد دي لحظه واحده طول ما الصنف ده لسه عايش فيها وبيمشي على ارضها. يا وليه يا وليه ما تبقاش طولت اللسان، احنا في مكان معتبر. هتجن يا وليه، هو انا يعني الراجل ده عملت له حاجه ولا كنت احتجيت بيه؟ ما هو اللي بلطج عليا وشافتيه اللي بيعمل بلطجه وبيكلمني في الواجب وفي الاصول. اياكش يكون يا ستي بمحافظ الايوبيه، هعمل له ايه يعني؟ اسمعي انا هقول لك. اسمع عبير عامله ايه؟ البنت عامله ايه؟ لا محدش جه. انا اسفه سوري. اهلا وسهلا اتفضلي. انا بابا عبير والدها يعني. اهلا وسهلا. بعد اذنك ممكن اخد حاجتي؟ اتفضلي ده احنا نزودها. ميرسي. بقول لك بس طب نعمل حاجه يعني شاي بالخمسين. متشكره قوي ميرسي ميرسي. ممكن اخرج لو سمحت؟ اخرج لو سمحت؟ لا لا نعم لا 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 ارجوك ما تنرفزيش لو سمحت. ثانية واحدة. ايه يا اسطى فاروق انت سحابة الدخان اللي عاملها دي؟ ايه انت قاعد في غرزة ام عاطف؟ طب ما انا يا عم انت ايه مش تروح تشوف بنتك عمالة تسأل عليك من ساعة ما فات؟ طب ما لازم انا اشوفها. طيب اخويا يلا خف نفسك، انت هتخرج بالسيجاره اطفيها وتفضل روح شوف بنتك يلا. اهو شكرين مع السلامه. يلا يلا يلا. ايه اللي عملته ده دلوقتي يا دكتور؟ ايه اللي بعمله؟ بتتصرف زي ما تكون طالب في سكشن كليه وجاي توزع على الناس اللي حواليك عشان تنفرد بواحده زميلتك. الراجل ده هيقول عليا ايه دلوقتي؟ راجل مين؟ ده على ما هيوصل لغايه الاسانسير هيبقى نفسي. انا ماليش دعوه باللي انت بتقوله. لا بقول لك ايه حضرتك بقى لو سمحت يعني اسمعيني. انت ست مثقفه. ست اعلاميه. وبتنادي بحريه الراي والعداله والديمقراطيه. اللي انا افهمه اللي يقول الكلام ده للناس يطبقه على نفسه الاول. يا اما يبقى منافق. وحضرتك عايز مني ايه دلوقتي؟ عايز استخدم حقي في الرد على الاتهامات اللي انت وجهتها لي في الجورنال بتاعك من كام شهر. هو ده مكان يناسب مناقشه زي دي؟ والله هو ده بقى اللي اسمه مبدا تكافؤ الفرص. انت لما هاجمتيني اخر مره كان فين؟ مش في مكان شغلك؟ مش في ملعبك؟ وسمعتيني ما في الخمر وما اديتنيش الفرصه ان انا ارد عليكي بنص كلمه صح لا؟ طيب دلوقتي بقى أنا اخترت نفس الشيء. مكان شغلي هو ملعبي. ومن حقي بقى دلوقتي إن أنا أرد عليكي وأدافع عن نفسي وأقول كل اللي جوايا. حقي ولا بتجن عليكي؟ حقك طبعًا. بس أنا عايزاك تسترد حقك الطبيعي من غير ما تظلم نفسك. يعني أنا هاجمت شغل حضرتك وانحرافاتك المهنية على صفحات الجرايد. يبقى لازم تسترد حقك بنفس الوسيلة. مش في مكتب ولا في اوضه في مستشفى. مصلحه الناس هي بؤره الخلاف اللي بيني وبينك يا دكتور. يبقى لازم الناس تشترك في مناقشه زي دي. واذا كنت انا مستغني عن راي الناس دلوقتي؟ طبعا يا دكتور مش غريب عليك. وهو اللي بيدوس على ارواح الناس هيشغل باله برايهم؟ بيدوس على ارواح الناس؟
انا بدوس على ارواح الناس؟ انت ايه يا انت يا ست انت ايه؟ انت برنامج الكتروني متصمم على فكره واحده، مستحيل انه يقبل اي فكره غيرها؟ الردود اللي عندك جاهزه على اتجاه واحد؟ ما تقدريش تغيري دماغك ابدا؟ يا بنتي اللي انا اقصده ان اللي يهمني دلوقتي هو رايك انت، مش راي الناس يا ملك. رايي؟ يا دكتور انا ما فيش بيني وبين حضرتك اي علاقه من اي نوع، لا ود ولا خصوم. لا في. فين انا شفت؟ شفتني؟ شفتك في التلفزيون في الحلقة اللي كنت عاملها مع عبير وصدقتك. صدقتك قوي يا ملك. أول مرة في حياتي أشوف حد بيكلم الناس على الهوا بكل البراءة والصدق ده من غير ما يمثل عليهم، من غير ما يستدر عطفهم، من غير ما يكون له غرض. صدقتك لدرجة ان انا قلت لنفسي ساعتها قد ايه انا كنت مخدوع قبل كده، اما كنت فاكر ان كل بتوع الجرايد والإذاعة والتلفزيون دول بايعين كلام وسماسرة فضايح تجار فكر فاسد. ساعة واحدة بس شفتك فيها زلزلتني، قلبت كياني. كتير عليا بعدها ان انا ادور عليكي علشان اديلك وردة بسيطة اقولك متشكر، اعترف بجميلك عليا، بقول لك الحمد لله على السلامة. طب انت ايه حكايتك دلوقتي؟ انا مش قادرة اترجم الكلام العجيب ده ولا احط له اي عنوان من اي نوع. هو انت الاحساس عندك لازم يكون له عنوان؟ احساس؟ لا انا اقصد يعني ال وانا هستنى لما تقصد. لا يا دكتور ستوب، لحد كده الكلام هياخد منحنى مش ظريف ابدا. حافظ على الجزء الصغير اللي باقي من احترامي لحضرتك. اوعى تفتكر ان انا عيله غلبانه زي عبير فاروق هتستدرجها بكلمتين نعمين من بتوعك علشان تعفى غرامك وتتعيم عن جرايمك. جرايمي؟ ايوه جرايمك. ويكون في علمك اللي حصل لعبير من تحت ايدك والمرض الفظيع اللي اتنقل لها في المستشفى بتاعتك انا عمري ما هسكت عليه. انت بتقولي ايه؟ بقول اني مستحيل انخدع لحظه واحده بان وحش زيك ممكن يشيل في صدره قلب بني ادم عشان يحس ويتاثر بيا وباللي جرالي. وعايزه اقول لحضرتك كلمه اخيره، بدل ما كنت تتاثر قوي بالاسلوب الساحر اللي انا اتكلمت بيه في البرنامج كان لازم تفكر مليون مره في الراجل اللي انا اتكلمت عليه وشرحت حكايتي معاه، يمكن تتعلم منه اي حاجه وتعرف مين بيدي الناس من غير تمن ومين بيسرق حياتهم وبيقضي عليهم. امتى بقى؟ ده فنجان شاي يا نوجة. وانا بقولك يا بنتي اعملي لي حلة محشي. خفي شوية يا نجوى، وحياة ابوك انا ما نمتش من الصبح ومش قادرة اصله بطولي. طيب يلا سلام. شفتي يا رندا؟ شفتي الواطية داليا عملت ايه؟ انا لا بشوف ولا بسمع ولا قادرة اعمل حاجة اصلا. يا ستي دي دخلت على الدكتورة ميرفت خلتها غيرت جدول الطوارئ بحجة ان يعني. استني يا سيد. ايه في ايه؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير. هو معلش بس انا تعبانه شويه ومش مركزه. هو حضرتك الاستاذه؟ ايوه انا ملك يونس. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. دي المستشفى نورت. ايه النور ده كله يا ست الكل؟ والله العظيم احلى في الحقيقه من التلفزيون بكتير قوي. ربنا يخليكي، انتوا بنات زي العسل. واضح ان دكتور سليمان بيعرف يختار الناس اللي معاه كويس قوي، وواضح كمان اللي لقيت اللي هيقدر يساعدنا. امور يا فندم. انا عايزه دكتور سليمان ضروري جدا، عندي حاله ما بتستناش للصبح وبتصل بيه تليفونه مقفول باستمرار. والله الدكتور خلص العمليات ومشي من بدري.
طب ما احنا ممكن نتصل بالدكتور في البيت او نكلم الدكتور شهناز. لا 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 استني استني، ما هو انا اصل الحكايه معقده شويه يا بنات ومش عارفه. ما تكمليش يا استاذ، انا فهمت كل حاجه. فهمتي ايه؟ فهمت ان حضرتك مش عايز تحتكي بدكتوره شهناز تحديدا، يعني بعد الموضوع اللي اتنشر في الجرايد. الله عليكي، انت اسمك ايه بقى؟ رندا. انت مش عارفه وفرتي عليا قد ايه يا رندا، ويا ريت كمان تقدروا موقفي. دي الحاله بتموت قدام عيني وما بتستحملش تصفيه حسابات. هي دي عايزه كلام؟ ما تقلقيش يا استاذه، انا هجيبهولك من تحت تقطيل الارض. ثانيه واحده. ايوه يا عزت، ازيك؟ ايه مش وقت رغي يا ابني دلوقتي. قولي بس، هو دكتور سليمان جنبك؟ طب ما تعرفش نلاقيه فين؟ نعم. طب اقفل دلوقتي، اقفل بقى. حصل ايه؟ ده السواق، قلت يمكن نلاقيه معايا. لقيته مستني دكتوره شهناز في فندق في وسط البلد. والحل ايه بقى؟ الشيء اللي قلب دماغنا عليه يا ست هانم. بس خلاص اهي كده اتحلت. يخرب عقلك، ده انت كده في وقتك بالملي. جرى ايه مفوف انت وهي وانا جايبه لكم مخدرات؟ ده شاي. اهي نجوى السوسه دي بقى يا استاذه، دي المفتاح السري بتاع الدكتور سليمان. ايوه اهلا. يا سلام، شوية فوسفور انما ايه، هتحلفي بيهم العمر كله. يلا يا سوزي، سوزي يلا يا حبيبتي، يلا تعالي. لا ما هو انسي خالص ان اكله زي دي تتاكل في اوضه النوم او على السرير، ده مش نظامي. يلا يا سوزي بلاش دلع. سوزي وبعدين؟ يلا يا ماما. ايوه بس بقى يا استاذ اركني هنا على جنب. ايوه بس عندك. وانت متاكده ان دكتور سليمان ساكن هنا فعلا؟ ساكن ايه يا استاذ، دي حتته والبيت اللي اتولد فيه. دكتور سليمان عنده هنا عياده ومستوصف. طب عارفه الفحت اللي احنا عدينا عليه من شويه؟ هو اللي جاب البلديه تفحته عشان تصلح المجال. طب خليكوا انتوا هنا، انا هطلع بسرعه وهستاذن دكتور سليمان يجي معايا يعالج الحاله. تمام براحتك. جمبري مش طبيعي بجد، مش طبيعي. الواد حسني عمره ما عمله بالطعامه دي، تقريبا تقديرا منه لليله الجميله دي. عاوزك تدوقي بس مش بحب المجاملات. وايه رايك بصراحه؟ ايه يا قمر، الاكل عمل دماغ عاليه قوي طبعا صح؟ طيب بذمتك يا شيخه، الاكله دي مش اشيك واروش 100 مره من الاكل الناشف اللي كان عمك شوقي عايزني اجيبه لك؟ يلا مع نفسك انت بقى، كملي اكل لغايه انا ما اعمل لي كوبايه شاي وجاي لك تاني. يا سوزي يا سو، سوزي سوزي. ايوه كيمو. طيب سوزي بعد اذنك بقى تفتحي انت الباب لكيمو ولا اقول لك بلاش؟ انت لسه ما غسلتيش ايدك. حاضر يا سيكيمو. ملك جيتي هنا ازاي؟ الخاتم ده بتاعك؟
يعني انت حرام عليك، والله العظيم حرام عليك. ليه كده؟ ليه عملت فيا كده؟ انت اللي دخلت عليا الشاليه وطلعت الرصاصة من جسمي، انت اللي انقذتني من الموت يا دكتور. طب ليه ما قلتش كده من اول مرة شفتك فيها؟ هو انت تديني فرصة انطق بكلمة؟ اضربني، لجمني، اصرخ في وشي وعلي صوتك على صوتي، لكن ما تسيبنيش، ما تسيبنيش. اجرح الانسان الوحيد اللي دواني وهين وادوس على كرامته. كلمه واحده بس يا دكتور، كلمه واحده تقولها في نص دقيقه وترحمني بيها من الورطه الفظيعه دي. ليه ما قدرتش؟ مستهون بحجم اللي عملته معايا، مش شايف انه حاجة عادية وما بتستاهلش الكلام؟ انت مش عارف انا دورت عليك قد ايه وعملت ايه عشان الاقيك. متقوليش انك مش عارف، لانك شفتني في حلقة عبير وجيت لحد عندي في القناة يعني انت كنت جاي تقولي الحقيقة فعلا؟ كنت عايز اريحك وابرد قلبك من الحيرة اللي جواه. كنت عايز اردلك حقك اللي طلبتيه مني وشاهدت عليه الناس كلها. وحقك انت عليا، هين عليك تضحي بيه للدرجاتي؟ حقي ايه؟ هو انا اتبرعتلك بكلية؟ اي انسان طبيعي في موقفي كان هيعمل كده وزيادة كمان. دلوقتي انت لو شفت واحد رجله مكسوره في الشارع هتعمل ايه؟ هتسيبيه ولا هتسنديه على كتفك لاقرب مستشفى؟ انا بصراحه مش شايف اي بطوله في اللي عملته. انا لا 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 لا، انا حاسه ان دماغي هتنفجر. على فكره انت مش طبيعي. وبعدين بقى في الست المجنونه دي؟ انا برضو اللي مجنونه؟ تصدق فعلا أنا اللي عملت عملية جراحية في منتهى الخطورة على ترابيزة سفرة، وأنا اللي طلعت الرصاصة من جسم واحدة ست ملقط حريمي وطلبت لها الإسعاف وروحت البيت ونمت ونسيت الفيلم ده كله، وبعدين افتكرته بعد 5 أيام لما شفتها في التلفزيون وصعبت عليا وقلت يا عيني دي بتدور عليا، أروح بقى أجيب لها بوكيه ورد وأحكي لها على اللي حصل. ماشي ماشي، أنا معاكي إنها مفارقة غريبة، بس دي بس اللي غريبة؟ ده انت كلك عجب وغرابه ومليون علامة استفهام. ايه ده؟ يعني ايه الشقة دي؟ يعني ايه جراح كبير زيك يسيب فيلته الشيك ويجي يقعد في شقة شعبي في بيت قديم في حارة من حواري السيدة بيركن عربيته فيها بطلوع الروح؟
يعني ايه لما سليمان العيريني لما يختفي فجأة محدش يعرف يجيبه غير بنت شغالة في بوفيه المستشفى، وعلشان توصله بسرعة بتتصل بصبي القهوة اللي بيقعد فيها وبيلعب طاولة. ايه الغاز دي كلها؟ ومين دي؟ دي سوزي. يا سلام، ومش حرام عليك تعذب سوزي كمان؟ دي معاك تجيبها من الفيلا وتفرد عليها العيشة اللي انت عايشها دي؟ لا لو سمحتي، انا ما جبتهاش من الفيلا، انا لسه مشتريها من شوية من سباك في المنيرة. بس سباك كده؟ سباك؟ دكتور سليمان، ممكن اشوف كارنيه النقابة بتاعك؟ انت بتضحك على ايه؟ انا بتكلم بجد. لا هو فيش اي حاجه طبعا، ده حقك وكل حاجه، بس انا اصلي دلوقتي افتكرت كلمتين كانوا مكتوبين على ظهر التوك توك في امبابه، بس عجبوني قوي. اه والله، والتوك توك بتاعك بيقول ايه بقى؟ ضحكني معاك. رفع حاجبها ولا حدش عاجبها. شفتي لذيذه ازاي؟ انا تعبت قوي، عمري ما حد في حياتي ضغط عليا واجهدني وحيرني زيك كده. أنا نفسي أعرف أي طريق بيوصلني ليكي. بمشي على طراطيف صوابعي، مقدرش أخاطر بالمجازفة دي، لأني حريص قوي قوي على الخيط الضعيف اللي ربطني بيكي. مقدرش يا ملك، احنا ازاي قاعدين لوحدنا في الشقة لحد دلوقتي؟ مش ممكن، ده احنا كده داخلين على الفجر. مش بعيد انه السكان الحتة واقفين تحت البيت وماسكين المشاعل وبيقولوا البتاعة دي اللي اسمها جواز عتريس من فؤادة. لا 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 مش دي، انت قصدك الغازية لازم تنزل. ايوة بالظبط، الغازية لازم تنزل. مش ممكن، مين اللي قفل الباب كده؟ على فكره حضرتك كان لازم تراعي حساسيه موقفي، انت مش قاعد مع واحد صاحبك. طب والله العظيم ثلاثة، انت ست مجنون. انا مش انت اللي قافله الباب ده اول ما دخلتي بايدك؟ ثم احنا مش لوحدنا، احنا معانا سوزي. فعلا انا اللي قفلته. طب يلا اقلع هدومك. نعم. سوري، يعني غير هدومك. ايوه فاهم ليه بقى؟ عشان الست نوجة والأخ كيمو عارفين أن أنا جاية أخد حضرتك لإنقاذ حالة خطيرة بين الحياة والموت. أنزل دلوقتي لوحدي أقول لهم إيه؟ دكتور سليمان عالج الحالة بالتليفون؟ بصي لي كده ليه؟ بصي في ورقتك. أنت ليه صممت تسوق عربيتي؟ عرق فلاحي بقى بعيد عنك، من بره لندن وبرلين ومن جوه فوة والسم باللوي. ما عرفش اركب جنب واحدة ست بتسوق، ما عرفش اولع لواحدة ست سكارة، ما عرفش اشتغل عند واحدة ست سكرتير او مدير اعمال. ده انت عنصري بقى. لا عنصري ايه؟ اعوذ بالله، مش عنصري خالص، انا بس فيا حته رجعيه ومتخلفه مش اكتر. والله اذا كان عاجبك مش عاجبك اركن دلوقتي وتفضلي حضرتك شوفي لك توصيله تانية، ده النظام في عربيتي بصراحه. لا وعلى ايه قلبك ابيض. بس اسمح لي، يعني السياسه اللي انت واخدها مع المدام بتاعتك ما تديش المعنى ده خالص. لا دي بزازة. نعم؟ دلوقتي لما يبقى في عيل صغير شبطان في حاجة لا بتفيد ولا بتضر، بتعملي ايه؟ مش بتسيبيها له وتريحي دماغك من الوش؟
أكيد. أهو ده بالظبط اللي أنا بعمله مع مراتي. لقيتها شبطانة قوي في الإدارة والمظاهر والفلوس والهمبكة الفارغة دي، فقلت أسيبها لها وأريح دماغي من وش العيال. منطق برضو. هي ما كانتش كده زمان، كانت هادية وأميرة كده، بس واضح إن الحاجات دي فعلا بتغير النفوس. احنا هناخد اول يمين تاني بيت على طول. سلامة. الله يسلمك. كده الحساب كله 187، في 87 سواقة وحراسة ليلية و100 جنيه علشان الجراحة الطياري، وكل سنة وانت طيبة بقى. هو أنا ممكن أشكرك إزاي؟ أصل اللي عملته معايا عدى كل حدود الشكر والعرفان بالجميل، وأكبر بكتير قوي من أنه يتوصف أو يتقدر أو يترد لك بأي شكل. خلي بالك من نفسك. والسلام عليكم. حاضر حاضر. وانا كمان يا ستي ولا فوازير ولا حاجة، هقول لك كل حاجة بعدين. مش عارفة يا دعاء، بجد أنا مش فاهمة أي حاجة. حاسة إن أنا بتعامل مع شخصية خرافية طالعة لي من كتاب تاريخ. حاجة إيه دي اللي أنتي عرفتيها؟ تصوري لقيت مين النهاردة في لجنة السياسات؟ لا وإيه؟ في اجتماع مغلق مع جابر وهدان. دعاء أنا مش هعرف أتكلم دلوقتي في أي حاجة. لا المعلومة دي بالذات لازم تسمعيها يا ملك. ملك، ألو، سمعاني يا ملك؟ ملك، ملك. تأمين إيه يا جدع يا مجنون أنت؟ أنت مستغني على الواد ولا إيه؟ أنت لسه هتستنى 10 أيام لغاية ما التأمين يتعطف عليك ويديك جواب تخش بيه؟ ده كلام؟ سامي يا ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. بص أنا هدي لك دلوقتي كارت هتروح بيه على مستشفى 57 اللي في السيدة، عارفها طبعا. عارفها طبعا يا دكتور، بس هم قالوا لازم ما يكونش دخل المستشفى قبل كده. عارف والله عارف هم قالوا لك ايه، مالكش دعوه باللي هم قالوا لك. اسمع مني انا، هتروح للدكتور محمد الفقي. دكتور مين؟ محمد الفقي. الله ينور عليك. هتدي له الكارت ده وهو هيتصرف بقى، مالكش دعوه، هو هيحجزه وهيعمل اللازم، وانا هدي له تليفون قبلها علشان يبقى مستنيك. الف سلامه ليك يا قمر، هتخف وهتبقى زي الفل ان شاء الله. يلا السلام عليكم. يحميك ربنا ويبارك ربنا فيك. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. شكرا شكرا شكرا. الله يخليك. الله يحفظك. الف شكر. الف شكر. ربنا يكرمك يا رب. ملك، انا برضو اللي ملك. انت ازاي عرفت ان انا هنا؟ مفيش غيرها، مفتاح سراديب الدكتور سليمان. نوجا قالت لي انك بتصلي العشاء في مسجد السلطان حسن كل تلات وخميس، ونبهتني اني لو ما لحقتكش محدش هيعرف يجيبك.
انا بقى هموت وافهم انت ليه شايل الموبايل ده معاك؟ ديكوري يعني ولا عامله منبه؟ مفيش حد في الدنيا بيقفل. لا 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 لا, لا كده غلط يا ماما, مش معقول. انت بجد لازم الكهربائي ضروري. اه كهربائي؟ ايوه طبعا طبعا لازم الكهربائي علشان يوطي الفولت يظبط الفيوزات, انما الكهرباء العاليه دي على طول غلط صدقيني. بص الحاجه بترفع ازاي, سبحان الله. انت على فكره مالكش حل. انا برضو اللي ماليش حل. ايه الجمال ده؟ انت لو كنت عشت في العشرينات اكيد كان رسمك محمود سعيد ده, لو كنت فلتت يعني من تماثيل محمود مختار. هوايا محمود والسلام. انا حاسه اني اول مره اشوفك بجد. الغضب اللي جوايا عماني وما قدرتش المح الطيبه والحنيه العجيبه اللي ساكنه في عينيك. ايه بقى, اتكلم انا ولا تتكلم انت ولا نجيب حد تالت هو اللي يبتدي الكلام؟ سبتني ليه يا دكتور؟ سبتني ليه بعد ما عملت كل ده عشاني؟ طلبت لي الاسعاف. ملك ارجوك انا. لا 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 لا, انا اللي ارجوك تجاوبني ولازم تجاوبني. المره اللي فاتت لما وصلتني للبيت سالتك السؤال ده وتحججت ان الوقت متاخر والموضوع معقد وشرحه طويل, ووعدتني انك هتجاوبني في اقرب وقت, وفجاه اختفيت تاني زي ما اختفيت اولاني ودوختني وراك 4 ايام مروا عليا وكانهم 40 سنه. ليه يا ملك؟ لاني مش عايزه اشك فيك, مش عايزه اشك فيك, مش عايزه اسمح لاي وسواس يدخل في اي ثغره في قلبي ويشككني فيك. هيقول لك ايه الوسواس ده؟ إن الطلقة طلعت من مسدسك وبإيدك, وإنك عملت اللي عملته معايا عشان تحمي نفسك من المسؤولية وتصلح غلطة غير مقصودة مش عشان تنقذني أنا. ده أنت مدمنة أميتاب باتشان. بس تصدقي هي فكرة برضو ممكن, على اعتبار يعني إن أنا كنت رايح أصطاد كلب بحر مش سمكة بوري. بصي يا سليمان والله العظيم لو ما اتكلمتش. الله الله حلو قوي سليمان دي. هو كده بلا دكتور بلا استشاري بلا هم يا رب. سوري سوري انا اسفه انا اصلي والله. ملك انا عارف انك انت اذكى من كده بكتير, تهالي انت متاكده من قلبك يعني ان ده كلام خايب. معلش صح ولا غلط؟ على العموم يا ستي ما دام الفكره دي جت في دماغك ولو لثانيه واحده ده شعور انا مش هقدر ان انا استحمله. انا هقول لك الملك. اطمنك عليا يا سليمان, انت بتهرج ولا ايه؟ بقى سلمني حاله زائديه وعمال تتك عليا وتقول لي خد بالك من الحاله النفسيه والسايكولوجيكال سبورت, وانت عمال تحطم في معنوياتها بسبب القصص بتاعتك دي. معلش يا دكتور سوري والله, بس دكتور سليمان ملوش ذنب في اللي حصل, انا اللي عملت. ايه مستعجله على ايه؟ دورك لسه ما جاش. ايه ده؟ ايوه صحيح مستعجله عليه يا استاذه, ما تستني دورك. الله مش شايفه ان في طابور. اوكي اوكي انا اسفه. معلش يا اسري انت عندك حق طبعا, ما كانش المفروض ان احنا نخلي البنت تخش في صراعات نفسيه زي دي, بس هنعمل ايه؟ اصل انت مش فاهم الحكايه. اصلا الحكايه انكم ما انتوش حاسين بخطوره الموقف اللي احنا فيه. الحاله كانت فعلا ابتدت تستجيب خصوصا بعد انشال الدوز اللي اخذته قبل زياره الاستاذ الاخيره. بعدها على طول ابتدى الاتاك والتوتر لدرجة إن جسمها ما بقاش يستجيب لأي علاج بتاخده. مش فاهم. لخبطة ونزيف وضغط ملهوش آخر. لو الحالة فضلت تسوء أكتر من كده أنا هحتاج لبون مارو ترانسبلانت. يعني إيه؟ يعني زرع نخاع. آه. وشوف بقى تتصرف إزاي في الدونر اللي هناخد منه النخاع اللي يناسبها. ما تقفلهاش بقى يا يوسف. إن شاء الله مش هتوصل لكده وهتستجيب للكيماوي أحسن من الأول, وعلى العموم إحنا عندنا حل للأزمة اللي ضغطت عليها بالشكل ده. ولو اني مش فاهم اي حاجة بس يا ريت. ودلوقتي بقى يا كابتن طلع دفتر شيكاتك واكتب لي شيك ب10,000 جنيه من تحت الحساب تاني. تخرب بيتك يا يوسف, انت مش لسه يا ابني لاهف مني؟ في ايه يا ابني؟ واحنا بنعالج قولون عصبي, وبعدين ما تنساش بقى ان انا عامل معاك اوفر ما حصلش, وكله من تحت حساب المستشفى. طيب موت الدكتور يوسف ده انسان انسان يعني. اتفضل يا سيدي.
ممكن اعرف بقى نقدر نشوفها امتى؟ انت مش دفعت؟ يبقى خلاص هتدخل، اطمن 10 دقايق بس نظبط الضغط بتاعها وتخش تشوفوها. بس يا ريت الزياره بتاعتكم دي تبقى بنتيجه كويسه وتفضوا دماغها من المواضيع بتاعتكم دي. بالمناسبه بقى انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ وانت مالك بس يا عبير؟ شغله نفسك بالحوارات دي ليه؟ ولا اشغل نفسي بايه يا دكتور؟ لما اشوف بعيني حرب وكره وعداوه ملهاش حدود بين اغلى واحن اتنين شفتهم في الدنيا كلها، لما اشوف بعيني الست اللي ادتني فرصه عمري مخدوعه في نظرتها للراجل اللي بينقذ حياتي وبتتهمه انه كان قاصد يقتلني، عايز نحس بايه؟ انتوا الاتنين اديتوني كتير قوي قوي وفي لحظه واحده ومن غير اي مقابل او من غير حتى ما تعرفوني. انا ما اقدرش استحمل ان انتوا الاتنين بالذات تكرهوا بعض. ابدا يا عبير ابدا، صدقيني هو فعلا كان في سوء تفاهم بسيط، بس انا لا لا يا استاذ انا اسفه، مش هصدق ولا كلمة من اللي عايزة تقوليه. أنا عارفة ومتأكدة إن أكرم والدكتور يسري هما اللي جمعوكم مع بعض عشان تدخلوا عليا سوا وتحسسوني إن انتوا الاتنين. يا بنت افهمي بقى، ما تبقيش غبية. الله، ما قلنا لك كان سوء تفاهم وراح لحاله خلاص، وأنت فاكرة يعني إن احنا لو مش طايقين بعض هنعمل التمثيلية دي كلها علشان نيجي نشوفك ليه؟ إن شاء الله جايين نشوف مين؟ بنت بارم ديلو؟ لا يا سليمان، عبير لازم تعرف الحقيقة. حقيقة ايه يا ملك؟ شفتي يا دكتور؟ مش قلت لحضرتك ان انتوا الاتنين جايين النهاردة؟ انتي مش فاهمة حاجة يا عبير. من الاخر كده احنا عايزين نأمنك على سر جامد قوي، ومقابل السر الغالي ده مطلوب منك حاجة واحدة بس. ايه هي؟ تخفي يا عبير، انسي الدنيا كلها وقاومي المرض اللي عايز يهزمك، وقفي على رجليكي، خدي حقك الطبيعي من الدنيا وفرصتك اللي بجد بقى. هخف هخف وهبقى مية مية، بس اعرف الاول ايه هو السر. لا السر سر ايه بقى؟ الله يرحمه، هو كان سر زمان لما كان صغير، بس ما شاء الله خدته ست واديته لست تانية، والاتنين ايه، صحافة واعلام، يعني فضيحة بجلاجل. لا يا دكتور وربنا ما يحصل، مش انا حافظت على الوعد اللي بيني وبين حضرتك؟ اه سوري يا جماعه انا اسفه. اتفضل. الو وي سهيله، شنو احوالك؟ حتينا توحشتك والله. عندك الف حق، الفتره اللي فاتت كنت لاهيه شويه. الله إيه؟ اه الحمد لله، انا بريت ولبس وليت كيف الجن. يا سلام، الحمد لله ربي استرني وعديت على خير. اي انا جاهزه ومستعده ورجعت للبيرو. عندك اخبار جديده تحب تبعثي لي؟ باهي تري بيان، اوكي ابعثي لي باغ ايميل خليني اشوفها ونجاوبك. اوكي يعيشك يا سهيله، ميرسي، يلا باي. ايه يا امي ده، انت ملموسه ولا ايه؟ ملموسه؟ ايوه طبعا. ايه عليكي اسياد عربي على فرنساوي؟ ايه اللي كانت ماشيه زي الفل وفجاه سبحان الله؟ عربي ايه وفرنساوي ايه بس يا دكتور؟ في حد في مصر كلها ما يعرفش ان الاستاذه ملك يونس ليها فرع تونسي؟ فرع ايه، هو حلواني. يا دهوتي يعني. يا حبيبي افهمني، اصل انا بابايا مصري ومامتي تونسيه. شوف ازاي، يعني انت ابوكي اسمه يونس واتجوز من تونس، شوف الصدف. لا حلو حلو، شفتي اديني فكيتها اهو، ابوس ايدك فكك انت من الحوار ده. سليمان ولا كلمه، خلاص الموضوع خرج من ايدي، هتكلم.
ما كنتش هغير عليك قوي كده ولا أخرج عن شعوري بالطريقة دي. طب حط نفسك مكاني، تعمل إيه لو شكيت للحظة إن أنا بخونك؟ بخونك؟ واطي يا سليمان، واطي واطي. حبيبي أنت رحت فين؟ أيوة ماما أنا معاك. لا خلاص خلاص يا شهناز، كبري دماغك. لا خلاص مش زعلان طبعا. طبعا طبعا حاجي حاجي، انا بس ما نمتش من امبارح فمحتاج اريح ساعتين. سلم على تجار الدور تحية، وانا عيان حموت ملجا لداوي. قسموا البلد نصين، طلع الجليل ليا. يونس خطاس. تيجي تهدي انا ازاي؟ مالكش دعوه بيا انا جيت ازاي؟ طيب ممكن تهدي؟ ايه دي بس علشان نعرف نتفاهم. ثانية واحدة. بقول لك يا رزق يا ابني، عايزك تستنى على البوابة، لو أي حد عدى عليا قول له الدكتور عنده ضيوف وأنا هبقى أرن عليه. ماشي. طب أنت عايز حد؟ لا ميرسي يا حبيبي. يلا ماشي. يلا روح يا ابني. ثانية واحدة بس، ثانية واحدة. السلام عليكم يا عمدة. أنتوا في المستشفى ولا لسه في المستشفى؟ طيب صلي بينا على النبي. بص بقى، الضيف بتاعنا اول ما تخلصوا المستشفى تطلع بيه على الدوار عندك. لا ما تعديش عليا بقى عشان انا عندي ضيوف. عطيه انت منك؟ عندي ضيوف من ليبيا يا عطيه. ماشي انا هبقى ارن عليه. مع السلامه يا حبيبي. بتشك فيا يا سليمان؟ بتشك فيا انا؟ بتخوني؟ كلمه واحده بس تتقلك بالكذب بتهز ايمانك بيا وفكرتك عني وكل مشاعرك ناحيتي كده يا سليمان؟ كده بالبساطه العجيبه دي؟ ده بدل ما تقف وش الدنيا كلها وتدافع عني في غيابي وتقول بقى على حسك، اي حد ممكن يخون ويغدر ويبيع بلده ياجر ذمته بالفلوس الا دي. طب فين؟ فين المعنى الرهيب اللي قلته لي؟ فين لحظة ما شفتك وانتي ماشية على الرملة يا ملك؟ خطفنيش جمالك ورقتك على قد ما لمستني روحك لون قلبك وبراءته وشفافيته. بتسرح بيا يا دكتور؟ ولا كنت عايش لحظة انسجام بتغني فيها مع نفسك وبتعزف عزف منفرد على العود بتاعك؟ انت فاكرة كل اللي قلتولك؟ بس انت نسيته، بلعته في لحظة واحدة. صدقت عليا الخيانة زي ما عملت فيا الناس اللي ما بتعرفنيش. أنا غلطت يا ملك، أنا آسف.
لوحدك يا ملك، انا كمان اتكسرت، انا كمان خدت رصاصه في قلبي زي اللي خدتها في الساحل، وانا دلوقتي اللي مجروح. انا رصاصه ايه اللي بتتكلم عنها؟ بتتكلم عن البلد، البلد اللي انا عشت طول عمري متخزن في جمالها واتمرمخ في ترابها، وفجأة غدرت بيا طلعتني في الآخر وجل أهبل وديتني حتة ألم. ألم إنما إيه؟ فوقتني من الحلم الخايب اللي أنا كنت عايش فيه طول حياتي، وصحيت لقيت نفسي عايش في بحارة مطاريد، قتل وخطف دم. الجرح عشان تنسيه، لو عايز تخف منه فعلا يبقى لازم تفتح الجرح بايدك وتقيس عمقه فعلا وتشوف هو واصل لحد فين قبل ما تطلع منه الرصاصه زي ما عملت معايا في الساحل. قصدك ايه؟ قصدي سكوتك على اللي بيحصل حواليك. بس ايه يا ملك؟ ايه يا ملك سكتي ليه؟ تقصدي ايه باللي بيحصل حواليا وسكوتي عليه؟ كلامي يا ملك، ملك اتكلمي. انا ليه دايما حاسس ان في حاجه تخصني انت عارفاها ومش قادره تواجهني بيها؟ في ايه؟ سليمان لو سمحت روح غير هدومك. يا دي النيله على غير هدومك؟ انت يا ست انت هتقعدي كل شويه تنطي لي في مكان شكل وتقولي لي قوم غير هدومك؟ تحب حضرتك البس لك ايه؟ سليمان روح غير هدومك قبل ما انا اغير رايي. طب في ايه؟ عايز افهم، فهميني. عايز تفهم ايه ولا ايه؟ سليمان في مصيبه سودة بتحصل في المستشفيات بتاعتك، مش هقدر اوصفها لك بلساني عشان لازم تروح تشوفها بعينيك. ايوه حاضر، يلا على الباب جايه. ست ملك اهلا، نورتي الحته كلها. الحمد لله. ازيك يا استاذ؟ اتفضل. اتفضلوا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلوا اهلا وسهلا، نورتي. ايه بس بتعملي ايه يا ست؟ الكل ما المطرح نظيف وزي الفل. ربنا يخليك ويكرمك. اتفضل نورتوا. اعمل شاي بقى ولا اجيب حاجه ساقعه؟ لا 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 ولا حاجه. هي اختك فين؟ سليمان العريم. مالك يا حبيبتي؟ مالك؟ يعني مش انا المره اللي فاتت اتصلت بيكي وقلت لك ان دكتور سليمان ملوش اي علاقه باللي حصل في المستشفى؟ لا 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 سيبيني يا استاذه ايمن، استني بس يا عواطف. لا 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 لا، انت ولا هي؟ هي زعلانه منكم انتوا ولا زعلانه مني؟ ايه البرود ده؟ فسحوا شويه لو سمحتوا، محدش يتدخل بيني وبين جواير خالص. عايزينك ما تلمسنيش. انا انت ايه بس يا جواهر؟ انت قمر. قمر ايه يا بنت الوش المصري المسمسم الجميل ده؟ ده كلام يا ملك؟ ما قلتليش يعني ان جواهر قمر كده؟ بطلوا بقى شغل النفسانه ده. قمر ولا مش قمر؟ طبعا قمر. طيب ينفع برضو بنت قمر وبنت بلد جدعه طيبه زيك تقابل ضيوفها بالشكل الوحش ده؟ طب تصدقي بالله انا جاي لك من اخر الدنيا علشان اشوفك واعرف مين اللي مزعلك في المستشفى بتاعتي علشان اقطع لك رقبته قدامك. ايوه امال انت فاكره ايه؟
اصل انا كنت مسافر سفريه طويله قوي يا جواهر، طويله قوي قوي. الاستاذه ملك ربنا يكرمها ضخت حته مشوار علشان تجيلي، علشان خاطرك انت بس، وانا سبت الدنيا كلها وجيت لك دلوقتي علشان اشوفك واشوف ايه اللي مزعلك. تعرفي بقى انا مجوع نفسي من ساعتها، وحالف على المصحف ان انا ما ادوقش طعم الزيت غير لما ناكل سوا. ايه يا عواطف، طبخه ايه النهارده؟ ها انا حضرتك بسم الله على مقامك طبخه يا بنت. تقولي عامله ايه اكل؟ ايه فول مدمس، جبنه بالطماطم، ايه؟ لا والله ده انا عامله شويه بطاطس وقرنبيط وفلفل مقلي وبتنجان يستاهلوا بقك. هو ده الكلام، اديها زيوت ما ترحمهاش. يلا بقى خفي نفسك، اعملي لنا لقمه احسن، انا وجواهر واعين من الجوع. مش كده ولا ايه يا عمر؟ الحكاية ان انا اتجوزت من 5 سنين والخلفة غابت وطولت قوي لحد ما يئست منها، وفي يوم وانا نازلة اسرح بشوية الفل في شرط الجيزة الدنيا كانت صعد وشرد والشمس كانت حامية قوي، قمت انكفيت على وشي وما دريتش بحاجة. قاموا خدوني على مهلك يا جوجو. ثواني يا سليمان، اصلا ثواني انت مالك من فضلك؟ خدوني جواها على مهلك خالص، احنا مش مستعجلين، محدش بيجري ورانا. ما تفكريش في اي حاجه دلوقتي، خليكي بس بصيلي يا جواهر، بصيلي يا جواهر. ايه انا وحش قوي كده؟ نفسي بالراحه، نفس احسن دلوقتي. نبعت تجيب شيشه بقى. خدوا كيفك؟ خدوني على المستشفى اللي في طلعة الدايري. مستشفى الرحمة؟ ايوه. وبعدين؟ وبعدين كشفوا عليا وعملوا لي أشعة وقالوا لي عندك عندك ورم في الرحم يا جواهر. يا لهوي، ورم؟ اهدي يا ست الكل، بسيطة إن شاء الله. بسيطة إزاي؟ يا ست جواهر لازم نحمد ربنا إنه ما جاش في مكان تاني، ما نعرفش نخلص منه. يعني إيه؟ يعني الرحم لازم يتشال عشان الورم ما ينتشرش في جسمك، وساعتها مش هنقدر عليه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. عليه العوض ومن العوض، عليه العوض ومن العوض. اهدي اهدي، ما تعملش نفسك كده، ده مرض بسيط بيجي لنص ستات البلد. بس انا لسه ما خلفتش، ده انا بتمناها من ربنا في كل صلاة وفي كل اذان، ده انا بقالي 5 سنين مستنيه الخلفه. خلفه ايه بس دلوقتي؟ صحتك اهم حاجه، يعني هما اللي كانوا خلفوا خدوا غير وجع القلب. طب ابوس ايدك يا دكتور، ابوس ايدك، الهي يسترك.
اقتصادية وحاجات. أيوة حبيبتي فهمت فهمت. وبعدين إيه؟ وبعدين صرفوا لي علاج كتير كده وببلاش برضو، بس النغزة ردت عليا تاني، قامت عواطف شرط عليا بدكتورة شاطرة هنا في الميدان ودبرت لي 50 جنيه تمن الكشف. أصل إحنا يعني على باب الله وإيدينا مش طايلة يعني. فاهم يا أمي فاهم. طيب والدكتورة قالت لك إيه؟ مش عايزة أقول حاجة قبل ما نتأكد الأول. قولي يا دكتورة. أقول مبروك. مبروك؟ مبروك إيه؟ شكلك حامل يا ستي. حامل؟ آه، بس هنعمل تيست وسونار الأول عشان نعرف عمر الجنين. جنين؟ جنين إيه؟ أنا أنت إيه يا حبيبتي مش مصدقة ليه؟ ما أنا قدامك عصرت صدرك ولقينا الهرمون موجود. هو ايه اللي مش ممكن؟ انت مش قلتيلي ان انت متجوزه ولا ايه يا دكتوره؟ دي شايله الرحم اصلا. شايله الرحم ازاي وليه؟ دكتور في مستشفى الرحمه قال لي ان عندك ورم في الرحم ولازم اشيله. الكلام ده من امتى؟ من 10 ايام. طب فين الاشعه؟ فين الاشعات والتحاليل والفحوصات اللي عملوها لك قبل العمليه؟ اهي اهي يا دكتوره، كلها اهي كلها اهي. مش ممكن، الهرمون اللي في صدرك ده ما بيبقاش غير في الحمل وبس. انا عايز اعرف اللي حصل عشان يجيب لك حقك. هو جوز عمل ايه يا ملك؟ هقول لك ايه بس يا سليمان، ما انت شايف حالتها يا ستي. ما تقلقيش عليها، العياط احسن لها بكتير من السكوت والكبت. المهم رد عليا، جوز عمل ايه؟ راح هو وعواطف للمستشفى عشان يتخانق معاهم ويهددهم باللي حصل. ها. وخد معاه كل التحاليل والاشعه اللي اتعملت لها هناك. ها. ده انا هوديكم في 60 داهيه وربنا القلب الدنيا على دماغكم، واقفل لكم المستشفى دي يا بلطجيه عصيعه يا ولاد. لم نفسك يا ابني انت وبلاش قله ادب. قله ادب؟ هو انت لسه شفت قله ادب؟ هو انت فاكرني تلموذ جاي من الاسكوله ولا عيل سيس ابن امه هيكش وتمهرس من الشويتين دول؟ لا حبيبي، ده انا شرحكوا. انا ايه اللي بتعمله يا جدع انت ده؟ ولك مننا هنا يعني ساكتين لك من الصبح ومش عايزين نبلغ عنك الاسم ونلبسك مصيبه؟ الله ينور عليك، انا بقى عايز اروح الاسم والنيابه ونقعد كلنا كده في حضن الحكومه نرغي، انا وانت ومراتي والورقتين اللي معايا، ونشوف بقى مين اللي هيلبس مصيبه ويروح على مزعبل. ايه عاملينها دي؟ صوتكم جاي لغايه اخر الشارع. ايه يا اخ اللي انت ماسكه في ايديك ده؟ ويبقى مين سيادته؟ انا المدير الاداري للمستشفى دي. طب يا حضره المدير الاداري، الدكتور بتاعك ده سقط مراتي وخد منها الرحم بلطجه واقتدار وبطريقه لا تليق، وحرمني من الضنا اللي بترجاه من ربنا وكتاب الله. وكتاب الله لو مرجع لي حقي رابع مربعا. يا سيدي اهدى اهدى، انا جاي من المستشفى الرئيسيه بتاعتنا علشان موضوعك انت. اول ما حكولي على مشكلتك سبت اللي في ايدي وجيت على طول. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي حضرتك تيجي تشرفني في مكتبي، نقعد مع بعض شويه ونشرب كوبايتين ليمون وتروق نفسك وتحكي لي على مشكلتك من الاول للاخر، وحقك هرجعه لك يا سيدي. ايه رايك بقى؟ يلا بقى ما تعزلكش.
جود، يعني ما بقاش في ايد المسكينة دي اي ورقة تثبت اللي جرالها هناك ولا حتى تذكرة دخول. طب يعني ايه؟ يعني ايه؟ راح فين الحيوان ده؟ ايه قتلوه مثلا؟ قصدك اشتروه؟ ملهاش تفسير تاني يا سليمان. اشتروه؟ انهي فلوس دي اللي ممكن تسكتوا عن اللي حصل لابنه ومراته؟ هما فين دول يا حبيبي؟ ابنه خلاص انتهى ومراته راحت في داهية ومستحيل تخلف تاني، وهو مش هيعرف ياخد منهم لا حق ولا باطل، يبقى سهل انه يبيع كل حاجة ويطلع له بأي مكسب. مكسب؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. وطبعا الوقت عدى والهرمون اختفى من جسمها، ودلوقتي لا تقدر تثبت انها كانت حامل ولا تقدر تثبت ان ما كانش عندها ورم. هي صحيح ما قدرتش على الاولانية، لكن انا قدرت اثبت التانية في نفس اليوم اللي جمعني بيها. ست ما ينفعش الكلام ده والله. ليه بس يا بيه؟ حرام عليكم. ليه؟ هي دي مش بني ادمه زي بقيه البني ادمين؟ وبعدين بقى احنا لينا حق عند الحكومه. لا اله الا الله يا ست، ملوش فايده الكلام ده. اسمع نصيحتي وشوف. No tumor marker. مفيش أي أجسام مضادة لأي نوع من أنواع الكانسر في جسمها كله، ولا حتى أورام حميدة. جواهر ما كانتش مصابة بأي مرض لما دخلت المستشفى بتاعتك. ما كانش فيها غير جنين بيتكون جواها، تمنيته من ربنا 5 سنين وراح في غمضة عين. ليه يا سليمان؟ ليه؟ أنا هموت وأعرف ليه؟ مش ممكن يكون خطأ طبي. أنا عارفة ومتأكدة إنه مش ممكن. جبت نمرة الدكتورة ميرفت في الكويت وأكدت اللي حصل فعلا. السونار اللي خدته منهم كان فيه ورم، ما كانش فيه جنين. يعني الحكاية مقصودة ومترتبة. هموت وأعرف ليه يا سليمان؟ سليمان عشان خاطري، أنا عارفة إن الحكاية صعبة ومؤلمة، بس أرجوك حاول تركز معايا وتقولي إيه تفسيرك للي حصل ده. أنت قلت الجواهر دلوقتي إنك فهمت كل حاجة، أرجوك تقولي أنت فهمت إيه. أنا هموت وأعرف هما عملوا فيها كده ليه. مش ممكن يا سليمان، ايه اللي عملته ده؟ بقى انت مختفي الفترة دي كلها ومدوخني وراك في كل حتة علشان بتلف على الضحايا بتحاول تقنعهم انهم يشهدوا باللي حصل في بلاغ رسمي؟ وهو انا في ايدي حل تاني؟ مش هي دي الامارة اليتيمة اللي طلعنا بيها من الفايل الزفت اللي كان على الكمبيوتر ده؟ اعمل ايه يا ملك؟ اعمل ايه؟ البلاوي اللي حصلت في المستشفى اكيد كلها اختفت دلوقتي بعد ما الحكاية اتكشفت. أعمل إيه وأنا مفيش في إيدي دليل واحد يأكد كلامي لو قدمت بلاغ؟ مفيش قدامي غير الحالات اللي اتعاملوا معاها واللي متسجلة أساميها وعناوينها في الكشف المنيل ده. وبعدين يا سليمان، عملت إيه من الرحلة المهينة دي غير إنك بهدلت نفسك وبس؟ ما كنتش أتصور أبداً كل ده يحصل، ما كنتش أتصور أبداً إن الناس تفرط في حقها بالشكل الفظيع ده. ده كأنهم كلهم متفقين على رد فعل واحد. ومين قالك إن كلهم ضحايا ومضحوك عليهم زي جواهر؟ ليه ما فكرتش لحظة واحدة إن دي صفقة متفقين عليها بإرادتهم؟ فكرت وحطيت الاحتمال ده في دماغي وعرضت عليهم فلوس أكيد أكتر بكتير من اللي اديتها لهم شيناز والكلاب اللي معاه، وبرضه مفيش فايدة. طبعاً مفيش فايدة يا دكتور، لأنهم المرة دي هيقبضوا منك ويخشوا السجن بتهمة الاشتراك في قتل عمدي بعمليات إجهاض. خلاص يا ملك،
خلاص بقى ما تتعبيش نفسك معايا اكتر من كده. انت صحيح فوقتيني من الغيبوبه الطويله اللي انا كنت عايش فيها، بس للاسف انا صحيت زي اهل الكهف، الدنيا كلها اتغيرت حواليا. العمله بتاعتي لا بقت تبيع ولا تشتري، والسلاح اللي في ايدي ورقه خايبه لا راحت ولا جت، ملاش اي معنى. بس السلاح اللي في ايد مراتي حصانه برلمانيه. ليه يا سليمان؟ السلاح اللي في ايدك اقوى من مليون حصانه. اوعى تستهون بقوتك وايمانك وحب الناس ليك. انا شفت ده بنفسي، شفت قد ايه انت كبير في قلوبهم ونظرات عينيهم. صدقني يا سليمان، انت لو رحت وقلت كلمة واحدة في النيابة الناس كلها هتأمن عليها وتقف وراك، وهتخلق لك الدليل من تحت الأرض، والنيابة هتعرف تجيب البنات اللي انت رحت لهم دول، وهتضغط عليهم وتوجه لهم اتهامات واضحة هتجيب من الآخر. من غير دليل؟ مش مهم الدليل. مستشفى الرحمة تبع نفس دايرة النيابة اللي ماسكها طارق الشاذلي، صاحبك وبلدياتك، وأنا متأكدة إنه هيساعدك. هو ده الحل اللي كان المفروض تفكر فيه من الأول، مش تروح تتحايل على طرف من أطراف الجريمة. عندك حق، يلا بينا نروح دلوقتي حالا. معلش هغير هدومي ثواني بس وجالي. ما ينفعش يا سليمان. ما ينفعش ليه؟ لأني جاية أسلم عليك قبل ما أسافر. تسافري؟ تسافري تروحي فين يا ملك؟ ده وقت برضه تسيبيني فيه؟ غصب عني يا سليمان، أصل في مصيبة حصلت امبارح في تونس وكان لازم أسافر من ساعتها، بس أجلت سفري لحد ما. مصيبة إيه قلقتيني؟ في شاب من الجنوب التونسي اسمه محمد البوعزيزي استسلم لليأس اللي أنت بتقع فيه دلوقتي وولع في نفسه، والبلد من وقتها مقلوبة، وأنا لازم أسافر وأغطي الموضوع وأقف مع الناس اللي اتجمهرت على الحدث. ما هي دي كمان بلدي يا سليمان، ما اقدرش اقعد هنا وتابع اخبارها من النات والفضائيات. ابوس ايدك يا سليمان، ابوس ايدك، اتحرك باقصى سرعه. مش عارفه ليه عندي احساس غريب بيقول ان الدنيا كلها هتتغير لو كل واحد فينا اتحرك خطوه لقدام وقال كلمه حق من غير ما يدور على دليل ولا يخاف من سلطه ولا حصانه. ربع ساعة مش أكتر. ربنا معاك.
مش دي النهاية يا سليمان، لازم تصمت وتواجه وانا جنبك ومش هسيبك وهقلب الدنيا كلها عشانك. الآلام اللي طول عمرك بتكرهه واللي هاجمك وظلمك جاي الوقت عشان يردلك اعتبارك، وانا مش هسكت. والناس كلها لازم تصحى وتعرف ان البريء هو اللي في السجن والمجرم هو اللي بره. ناس مين اللي عايزه تصحيهم يا منى؟ هتصحي اموات؟ لو كنت شفت اللي انا شفته في تونس ما كنتش قلت الكلام ده يا سليمان. طاقة مرهبة وانفجرت في قلوب الناس كلها عشان حادثة ملهاش أي علاقة بالسياسة. يا سليمان صدقني في أمل. خلاص يبقى وفري طاقتك للميت اللي صحي هناك بدل ما تاخدي العزا فينا احنا الاتنين. اسمع يا سليمان، ده آخر كلام عندي. أنا هعلق سفري لتونس على حاجتين اتنين، لو اتحققوا هعمل البرنامج غصب عنك وهقول فيه حكايتنا كلها بالجرائم اللي عملها أمين عزام ومحسن الصواف وأمن الدولة والديل اللي تم مع مراتك في انتخابات المجلس، ولو ما حصلش هتكسب الرهان وهاخد أول طيارة على تونس. ايه الحاجتين دول؟ الاتفاق اللي انا هعمله مع كليانتي والشهاده اللي هتسمعها النيابه بكره الصبح من علا وسهام. يلا يا سليمان بقى اضحك عشان اروح وانا مطمنه عشان خاطري. انت ظاهر فيك قلبك اكحله، يعني فهمتك تاو. انت مش حزين على خاطر قاعد في الحبس وفي الحاله اللي انت فيها دي؟ انت ندمت ظاهر فيك عطيتني الختم وندمت عليه مش هكا؟ والله يخبي ندمت عليه، ها عندي الحق مش هكا؟